اهلا وسهلا فيكم حبايبي بفيديو جديد معكم نبراس من قناة براس سبور. انا اول شي بهذا الفيديو بدعيكم للاشتراك بالقناة وتفعيل خيار الجرس حتى تبقوا على اطلاع دائم بالفيديوهات والاخبار اللي نحن عم نرفعها على القناة، ولا تنسوا متابعتنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام. تركي آل الشيخ يعلق على هدف السومة في دربي جدة، ايش الاجرام هذا؟ اشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه، رئيس الهيئة الرياضية سابقا، المستشار تركي آل الشيخ بهدف لاعب الاهلي عمر السومة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر تعليقا على هدف السومة في الاتحاد لسه شايف الهدف، ايش الاجرام هذا؟ ليرد عليه اللاعب حاضرين معالي المستشار. وكان الاهلي قد تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله في المواجهة التي جرت بينهما مساء يوم الجمعة الماضي. كانت هاي ابرز تصريحات من تركي آل الشيخ عن هدف عمر السومة. وشكرا لكم.